يعد مستشفى لودر ثانية أكبر المستشفيات الحكومية في محافظة أبين، إلا أنه لا يزال خارج اهتمام وزارة الصحة. 7 سنوات مرت منذ صدور قرار بشأن ترقية المستشفى من مستشفى ريفي إلى عام، لكن القرار ظل حبيس أدراج المعنيين حتى اليوم، وهو ما تسبب في تراجع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى. مستشفى لودر يأتي في المرتبة الأولى من حيث تقديم الخدمات لمواطني مديرية لودر والمديريات المجاورة في المنطقة الوسطى، المحفد، الوضيع، مودية. طبعا مستشفى لودر لحد الآن نحن نتعامل بأنه مستشفى ريفي، ونتطلع ونأمل أن ترى التعليمات التي توجد لدينا سابقا أن ترى النور في ترفيع مستشفى لودر من مستشفى ريفي إلى مستشفى عام، بحيث أنه بيصبح يقدم خدمة أفضل. يشيد عبد الله المرافق لابنته المريضة بالدور الذي يقدمه الطاقم الطبي والتمريضي هنا، فالاهتمام والرعاية الصحية ومتابعة الحالات المرضية سمة الكادر التمريضي، لكن أبرز ما تعانيه الحالات التي تصل إلى المستشفى انعدام الأدوية الضرورية وعدم وجود أقسام خاصة بالأمراض المستعصية كأمراض القلب والتكسرات والفشل الكلوي، وهو ما يجد فيه المرضى معاناة كبيرة، حيث تكون الأوضاع المادية حائلا بينهم وبين السفر للعلاج في المحافظات الأخرى. أنا معي أولاد 2، معي ولد وبنت مصابين بتكسرات في الدم، يعني 300. الولد عمره الآن 17 سنة والبنت 14 سنة. الأولاد يعانون كل 15 يوم يعني يفعل لهم من جرعة دم، بالإضافة إلى أدوية بالنسبة لنقل الدم. يعني أجي للمستشفى لودر بصراحة بالنسبة لنقل الدم يعني أحصل في أدوية متوفرة لديهم، في أدوية مش موجودة يعني أحصلها من عدن أو تبع شركات يعني خارجية. خلال السنوات الماضية سجلت مديرية لودر أكبر نسبة في عدد الإصابات بأمراض كالكوليرا والحصبة، ومثل المستشفى الوجهة الوحيدة لأكثر من 150,000 مواطن في مديريات لودر ومودية والوضيع، ولذلك يتطلب الأمر التفات الجهات المسؤولة لهذا المرفق المهم والاهتمام به كما يقول الناس، حتى يستطيع تقديم خدمات طبية أفضل في ظل انتشار الأمراض والأوبئة، خصوصا مع استمرار تسجيل بعض الحالات المتفاوتة التي يستقبلها المستشفى بشكل يومي. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبين.